الرئيس السيسي يتقدم مشيع الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. الحكومة التونسية برئاسة إلياس الفخاخ تنال ثقة مجلس النواب. السعودية تقرر تعليق الدخول لأراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. أخبار سابعة، فترة إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة النيل للأخبار. أهلا بكم. نبدأ من القاهرة التي تقدم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيع الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس. في مشهد مهيب سيعلق في أذهان المصريين لسنوات طوال، وعلى وقع هدير 21 طلقة للمدفعية العسكرية، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي صفوف المشيعين بالجنازة العسكرية التي أجريت للرئيس الأسبق حسني مبارك بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة. متشحا بعلم مصر سجي جثمان مبارك فوق عربة تجرها الخيول، يتقدمها عسكريون بأطواق من زهور ويتعقبها حملة النياشين والأوسمة التي حازها الراحل خلال حياته العسكرية والمدنية رئيسا لمصر طوال 30 عاما مضى. بخطوات متباطئة شيع المئات مبارك، فإلى جانب الرئيس السيسي حضر مراسم الجنازة الرئيس السابق المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تودروس الثاني ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد وعدد من ممثلي وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال القوات المسلحة. وعقب مراسم الجنازة العسكرية تقدم الرئيس السيسي بواجب العزاء إلى أسرة الرئيس الأسبق في مشهد يعكس وفاء الدولة المصرية لأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. دولة عريقة ومتحضرة هي مصر، وشعب وفي نبيل هو الشعب المصري يضرب بجذوره في أعماق الإنسانية. فبكل هذه المعاني وعبر دموع أغرقت عيون وقلوب مواطنين لا يزالون يذكرون لمبارك أياما ومواقف خلت شيعوا فقيدهم إلى مثواه الأخير. في فبراير عام 2011 رحل مبارك عن الحكم، وفي فبراير من العام الجاري رحل عن عالمنا مخلفا وراءه 30 عاما من ماض عسكري مشرف و30 أخرى من سلطة قررت الابتعاد عنه بمحض إرادة شعبية آنذاك، وبجنازة عسكرية مهيبة لا تخلو من مشاهد الوفاء والتحضر تودع مصر أحد أبنائها الذي سيحكم التاريخ بما له وما عليه. علاء رشوان، النيل. في كفر مصلحة بالمنوفية وتحديدا في الرابع من مايو عام 1928 ولد محمد حسني مبارك، ولم يكن يدري أنه سيكون يوما رئيسا لبلد كبير بحجم مصر. حصل مبارك على التعليم العسكري فتخرج من الكلية الجوية عام 1950 ليترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية إبان حرب الاستنزاف، ثم قائدا لها في إبريل عام 1972 ليشارك في حرب أكتوبر كأحد قادتها الذين قادوا الجيش للنصر على العدو في أكتوبر عام 1973. بعد عامين اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات نائبا له،
وعقب اغتيال السادات في حادث المنصة على يد الجماعات المتطرفة في عام 1981، تقلد مبارك رئاسة الجمهورية بعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب له ليكون هو الرئيس الرابع لمصر، وتجددت فترات ولايته عبر استفتاءات ثلاث، وفي انتخابات تعددية مباشرة هي الأولى من نوعها قوبلت بانتقادات آنذاك بسبب شروط وآليات الترشح، وفيها جدد مبارك فترة ولايته للبلاد للمرة الرابعة بعد فوزه بها. قاد مفاوضات استرداد آخر تراب مصر من يد العدو الإسرائيلي المحتل لأراضي سيناء بنبل رصدته الوثائق الدولية قبل المصرية. وقف بجانب دول عربية في حروبها حتى إحلال السلام بها، وكان له موقف واضح من دولة قطر التي كان لها تاريخ طويل من زعزعة الاستقرار في دول الجوار. وتعتبر فترة حكم محمد حسني مبارك هي الأطول لمصر، حيث استمر حكمه 29 عاما بدءا من عام 1981 وحتى فبراير 2011، حين أجبره الشارع إبان ثورة 25 من يناير على التنحي عن الحكم. تلك اللحظة أخذت مصر إلى عصر مختلف مرت بعدها بشهور من الفوضى، وواجه مبارك ونجليه جمال وعلاء عدة اتهامات بالفساد واستغلال السلطة، ووقع تحت طائلة القضاء فسجن لأعوام على ذمة التحقيقات حتى براه القضاء من بعض الاتهامات، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية بعد رفض كل التهم. ومنذ تنحي مبارك عن الحكم وبعد أن تعافت مصر من الأحداث التي عقبت ثورة يناير، بدأ عصر التنمية وبناء مصر الحديثة، ليقابل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وجه ربه الكريم منهيا حياته التي استمرت 92 عاما. لله ما أعطى ولله ما أخذ. تميز الرئيس الراحل، تسجل السجلات العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سيرة حافلة بالكثير من البطولات، من بينها الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر المجيدة. حياة عسكرية حافلة بالبطولات وضعته ضمن القادة الاستراتيجيين الكبار في العالم، هذا ما تكشف عنه السجلات العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. فهو صاحب الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر التي خارت بعدها قوى العدو، ما سمح لبقية قوات الجيش المصري بالتقدم وتحقيق الانتصار. ضربة سلاح الجو في حرب أكتوبر انطلقت في تمام الساعة 2 من ظهر يوم 6 من أكتوبر من عام 1973، وكان من المقرر أن تقوم الطائرات المصرية بضربة ثانية بعد تنفيذ الضربة الأولى، إلا أن القيادة المصرية قررت إلغاء الضربة الثانية بعد النجاح الذي حققته الضربة الأولى. حسني مبارك وضع خطة الضربة الجوية وتابع النتائج، وبأوامر من حسني مبارك تم إلغاء الضربة الثانية. كما خاضت القوات الجوية المصرية تحت قيادة مبارك إحدى أطول المعارك الجوية في التاريخ، وهي معركة المنصورة التي استمرت لمدة 53 دقيقة في يوم 14 من أكتوبر عام 1973، دمرت خلالها القوات الجوية المصرية 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية. ولذلك اقترح مبارك أن يكون يوم 14 من أكتوبر هو موعد الاحتفال بالعيد السنوي للقوات الجوية. وعقب نجاح القوات الجوية في ضربتها ومشاركتها في حرب أكتوبر، تزايد حضور مبارك وبروز اسمه واعتباره من أبرز المساهمين في الانتصار، فأثمر ذلك عن ثقة الرئيس السابق السادات فيه وتعيينه عقب عامين فقط، وتحديدا في عام 1975 نائبا له. وبعد أن كانت القلائد والنياشين والأوسمة العسكرية الخاصة بمبارك ستسحب منه بدعوى قضائية، إلى أنه في النهاية احتفظ بها، فكانت آخر الأحكام القضائية الصادرة بحق مبارك ما قضت به المحكمة نهاية ديسمبر 2019 بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات المصرية بسحب الأوسمة والنياشين من مبارك
ليظل محتفظا بأوسمة الشرف العسكري وتحتفظ به كتب التاريخ العسكري المصري كأحد أهم علاماته. هذا وقد تميز الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بالكثير من المواقف العربية التاريخية. اتسمت سياسات الرئيس الراحل حسني مبارك بالحكمة والاتزان فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، كما وصفها عدد من كبار المسؤولين في دول العالم. وعلى الرغم مما شهدته المنطقة العربية من أزمات عاصفة، كان أبرزها غزو إسرائيل للبنان عام 1982، وغزو العراق للكويت عام 1990، وحرب عاصفة الصحراء والحصار الاقتصادي للعراق وليبيا، وصولا إلى غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 واحتلال العراق. إلا أن مبارك تمكن من التعامل مع هذه القضايا بما يليق بمكانة مصر ودورها. ومنذ عام 1948 والقضية الفلسطينية تحتل الاهتمام الأكبر من قبل زعماء المصريين، فهي قضية العرب الأولى. وما كان للرئيس الراحل حسني مبارك إلا أن يسير على نهج سلفه الراحل أنور السادات الذي وقع على اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة على طاولة الاتفاقية، ونادى آنذاك بضرورة أن تعيد إسرائيل الأراضي كافة التي احتلتها عام 1967. وطوال فترة حكم مبارك التي امتدت لنحو 30 عاما، شهدت القضية الفلسطينية تطورات كثيرة وحادة، وبالتبعية تطورت مواقف وأدوار مصر لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة الملتهبة. فكانت البداية بسحب مصر لسفيرها من إسرائيل وقطع العلاقات بعد وقوع مذبحة صبرا وشتيلة عام 1982، وبعد ذلك بسبعة أعوام طرح مبارك خطته للسلام والتي تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقا لقرار مجلس الأمن ومبدأ الأرض مقابل السلام. وفي عام 1993 شارك مبارك في توقيع اتفاق أوسلو الخاص بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي، ثم قامت مصر برعاية العديد من الاتفاقيات المنفذة له في القاهرة وشرم الشيخ. وفي عام 2003 أيدت مصر وثيقة جنيف باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع في المنطقة. منح مجلس النواب التونسي حكومة إلياس الفخاخ الائتلافية الثقة بأغلبية 129 صوتا مقابل 77 صوتا رفض التشكيل الجديد وتحفظ صوت واحد فقط. تضم الحكومة التونسية الجديدة 32 عضوا من شخصيات حزبية وأخرى مستقلة. هذا وقد تعهد الفخاخ إلى الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة، تعهد بمكافحة الجريمة وانتهاك القانون وعدم التسامح مع العنف، وأن يحتل الانتعاش الاقتصادي رأس أولويات حكومته. في القاهرة أدان المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، أدان قرار الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. قال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية إن القرار الإسرائيلي يقوض فرص التوصل لسلام مبن على حل الدولتين. في مدينة جنيف قال رياض المالكي وزير خارجية فلسطين إن خطة بناء المستوطنات الجديدة بالضفة الغربية المحتلة تقوض أي أمل لتحقيق حل الدولتين. أثناء تواجدي في جنيف بحثت مع 20 وزير خارجية من دول الاتحاد الأوروبي رد فعل المجتمع الدولي فيما يتعلق بخطة ترامب التي يدعوها خطة سلام، بينما هي لا تمت للسلام بصلة، إنها بالفعل خطة استسلام. وطلب المالكي الأوروبيين بمواجهة خطة السلام الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط. في 23 من مارس المقبل سيتم عقد اجتماع آخر مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبية، ويتعين عليهم تلك المرة أن يخرجوا بأجندة سياسية واضحة حول الوضع في الأراضي المحتلة، وخاصة حول خطة ترامب. وإذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي رد فعل، فسيثبت للعالم أنه يعمل وفقا لمعايير مزدوجة، وأن جميع العالم يتم التعامل معه بمعيار، وإسرائيل تتعامل بمعيار آخر.
إلى سوريا، حيث حقق الجيش السوري تقدما جديدا بريف إدلب الجنوبي واستعاد السيطرة على عشرات القرى والبلدات. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد قتلى الجنود الأتراك منذ بداية هذا الشهر لنحو 20 قتيلا، تم إصابة آخرين خلال مواجهات مع الجيش السوري. خسائر متلاحقة يمنى بها الجيش التركي يوما بعد الآخر، ما جعل النظام التركي عاجزا عن حسم موقفه ما بين الانسحاب من الشمال السوري، وضعا حدا لتلك الخسائر أو الاضطرار إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع الجيش السوري وإطالة أمد الحرب. فللمرة الأولى اعترف النظام التركي بأن نقاط المراقبة التابعة لقوات جيشه بإدلب باتت تحت حصار الجيش السوري، فضلا عن زيادة عدد القتلى في صفوف جنوده في أعقاب غارة جوية لسلاح الجو السوري استهدفت إحدى تلك النقاط. وفي أعقاب تلك الخسائر المتتالية أكد النظام التركي أنه يعتزم طرد الجيش السوري إلى ما وراء مواقع المراقبة العسكرية التركية في إدلب هذا الأسبوع، رغم تقدم الجيش السوري وتحريره عشرات القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي. كانت تركيا أقامت 12 موقعا للمراقبة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب بموجب اتفاق أبرم عام 2017 مع روسيا وإيران، والتي أصبح معظمها محاصرة من قبل قوات الجيش السوري. في سياق متصل، دعا وزراء خارجية 14 بلدا في الاتحاد الأوروبي، روسيا وتركيا لخفض التصعيد في محافظة إدلب السورية التي تواجه كارثة إنسانية خطيرة. قال الوزراء الذين كان من بينهم وزير خارجية فرنسا وألمانيا في مقال نشر بصحيفة فرنسية إن محاربة الإرهاب كما تقول موسكو لا تبرر الانتهاكات الكبرى للقانون الإنساني الدولي. قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إن ميليشيا طرابلس المسلحة تقوض فرص التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. نعلن لازلنا متمسكين بالهدنة بالرغم ما نقدمه من أرواح بريئة في هذه المرحلة. اختراق الهدنة يوميا من المجموعات الإرهابية يقوض فرص نجاح الهدنة أو الوصول إلى وقف إطلاق النار. ألحق الجيش اليمني خسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي في هجوم استهدف مواقع الميليشيات غربي محافظة الجوف، وأعلنت القوات اليمنية أن الهجوم الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى تسبب أيضا في تدمير آليات تابعة للحوثي في المنطقة. في مديرية الغيلة أحبطت قوات الجيش اليمني محاولة تسلل حوثي تجاه مواقع استهدفتها الميليشيات في محيط جبال الساقية وأجبرتها على الفرار. من جانب آخر، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع حوثية في جبهات متفرقة وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. يواجه النازحون في اليمن أزمة إنسانية صعبة من بينها نقص مياه الشرب، حيث يعتمد النازحون على الجهات الخيرية في توفير المياه لهم بدلا من المياه غير الصالحة للشرب التي يضطرون إلى استخدامها للضيق ذات اليد. وسط صراع عسكري مرير في اليمن تشهد البلاد أزمات إنسانية صعبة، هذه واحدة منها. هنا وبالقرب من الحدود السعودية تعاني عائلات النازحين اليمنيين من ظروف معيشية سيئة، فلكي يحصل النازحون على احتياجاتهم الأساسية من المياه عليهم قطع مسافات من الكيلومترات للعثور عليها، ومن لم يقوى على الوصول إليها فليكتفي بشرب الماء المالح. في منطقة العبر ماشي المشوار بعيد 100 كيلو 50 كيلو وفي ماء هنا قعم ما يصلح للشرب، هلا نشي محلات تشتري من سوق ولا تشتري، والناس حالتهم تعبانة ماشي معها. الخزانان اللذان وفرتهما المملكة العربية السعودية هما وقود الحياة للنازحين الظمأة الذين يتسابقون عليهما لتجميع أكبر كمية ممكنة قبل نفاذ المياه التي كانت توزع عليهم سابقا من قبل مؤسسات خيرية أوقفت خدماتها. نازحين من الجوف من الحرب الحوثي، وهنا كنا 5 سنين وجانا بروك الكور، وفرنا الماء وفرنا كل حاجة، ويوم آخر السنة وانقطع الماء، ونتمنى أنهم
يعود لنا الماء. وعلى الرغم من حصول النازحين على احتياجاتهم من المياه بشق الأنفس، إلى أن مقومات الحياة الأخرى أضحت يصعب الوصول إليها. لا توجد عندنا مقومة الحياة، نشتي كهرباء ونشتي ماء ونشتي مدارس دعم المدرسة ونشتي دعم منهم، نشتي أفرشة، نشتي مواد غذائية، نشتي علاجات. حياة النازحين اليمنيين على الحدود السعودية أصبحت نموذجا لحالات نازحين آخرين على الأراضي اليمنية التي تمر بأسوأ مأساة إنسانية في خضام حرب أهلية مريرة لم تضع أوزارها بعد. أعلنت السعودية أنها علقت مؤقتا الدخول للمملكة للراغبين بأداء العمرة، وذلك في إطار سلسلة إجراءات احترازية ترمي لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى أراضيها. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على تويتر أنه في إطار إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول الفيروس للمملكة وانتشاره، فإنه تقرر تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا. وأكدت الخارجية السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة. قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بلاده قد بلغت 139 حالة. تم رصد 44 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد. إجمالا بلغ عدد الحالات المؤكدة إصابتها 139 شخصا. قال وانغ يي وزير خارجية الصين عقب لقائه في بكين نظيره الصربي إن فيروس كورونا المستجد دخل مرحلة حاسمة. الوضع الراهن لتفشي الوباء بلغ مرحلة حرجة. هناك الكثير من البلدان الأخرى مهددة أيضا بالفيروس. الصين لن تتراجع أبدا عن المعركة ولن تكترث فقط لمصلحتها الخاصة. في الوقت الذي ستتواصل فيه الجهود الجادة لمكافحة الوباء في الداخل، سنوسع التعاون الدولي والإقليمي في هذا الصدد، وسنعمل مع بقية العالم ومنظمة الصحة العالمية لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق السياسات والموارد في الوقت المناسب. ينبغي أن نتحد ونقاتل معا حتى نحقق الانتصار النهائي على الوباء في العالم كله. أخبار السابعة متواصلة معكم، وفيها بعد قليل. رئيس وزراء الهند يدعو إلى الهدوء بعد ارتفاع عدد قتلى العنف في دلهي إلى 24 شخصا. وصلنا مشاهدينا لمحطتنا الاقتصادية ضمن هذه الفترة الإخبارية الشاملة. شهد وزير النقل كامل الوزير وأسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقيع عقد الالتزام الخاص بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية. يمنح هذا التوقيع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض حق تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل المحطة وممارسة أنشطتها على أرض المحطة، بما يمكنها من تداول البضائع في حدود من 10 إلى 12 مليون سنويا. وسيسهم المشروع في رفع تصنيف ميناء الأسكندرية واستقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظرا لتعميق الممر الملاحي للميناء
وتعزيز إمكانيات الميناء بشكل كبير في تداول البضائع المحوى. قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن مصر لديها مشروعات صناعية كبرى جديدة للبتروكيماويات ستوفر طاقات إنتاجية ضخمة عند الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها. جاءت تصريحات الوزير خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل. أوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع عدد من كبرى الشركات الأمريكية والبريطانية والمؤسسات التمويلية الأمريكية للتعاون والاستثمار في المشروعات الجديدة بتكلفة استثمارية تقديرية تصل إلى 16 مليار دولار. أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيس للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع أعضاء لجنة التجارة والصناعة بغرفة التجارة الأمريكية والذي تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة وإمكانات زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق في ظل اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بين الجانبين والتي تسهم في زيادة تنافسية للمنتجات المصرية بالسوق الأمريكي. شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات أمس الأربعاء ارتفاعا طفيفا. وطبقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الدولار عند 15 جنيها و54 قرشا للشراء و15 جنيها و64 قرشا للبيع، بينما استقرت أسعار الجنيه أمام العملات العربية. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية متأثرة بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية عند 1645 دولار للأوقية. بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجا في السوق المصرية نحو 713 جنيها، كما سجل سعر الجنيه الذهب 5704 جنيهات. تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في أكثر من عام أمس بعد الإعلان عن مئات حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا والشرق الأوسط، مما أشعل المخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة فضلا عن بواعث القلق من انتشار الفيروس في أنحاء الولايات المتحدة. وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 53.43 دولار للبرميل منخفضا 1.52 دولار، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 48.73 دولارا للبرميل بتراجع 1.17 دولارا. وفي وقت سابق من الجلسة سجل كلا الخامين أدنى مستوياتهما منذ يناير عام 2019 مع تهاوي برنت إلى 53.3 دولارا للبرميل وانخفاض غرب تكساس إلى 48.30 دولار. عقد مجلس الأعمال المصري الكندي ندوة بعنوان الطاقة المتجددة مستقبل الاقتصاد المصري بحضور عدد من الخبراء والمسؤولين المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة. وخلال الندوة تم استعراض حزمة الإجراءات التي اتخذتها مصر في النهوض بقطاع الطاقة وإدخال محطات الطاقة الجديدة في إنتاج الكهرباء. في ضوء التقدم الكبير الذي يشهد قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بافتتاح العديد من المشروعات التي ساهمت في زيادة إنتاجية الكهرباء، عقد مجلس الأعمال المصري الكندي ندوة بعنوان الطاقة المتجددة مستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين في هذا المجال.
عندنا مجموعة كبيرة من الأعضاء داخلين في هذا المجال الحقيقة، وعندهم استثمارات كبيرة في مجال الطاقة البيئية، سواء من اللوح الشمسية، سواء من الكابلات، سواء من المشروع نفسه كإنشاءات. فلهذا السبب الحقيقة هذا الموضوع مهم جدا للمجلس. ده بالنسبة للمجلس. وبالنسبة للدولة طبعا لا يخفى على أحد أهمية الطاقة المتجددة في العالم كله، مش بس في مصر. يعني مصر قطعت شوط كبير جدا في هذا المجال، وبقت من الدول 36 الاوائل في العالم في مستوى الطاقه المتجدده. السنوات اللي مضت قدرنا ان احنا نضاعف القدرات المركبه من مشروعات الطاقه المتجدده، وده في الحقيقه كان بيعكس الالتزام من القياده السياسيه بزياده مشروعات والطاقه المتجدده في مصر، سواء تلك التي تقوم بها هيئه الطاقه الجديده والمتجدده كممثل للحكومه المصريه او لمشروعات القطاع الخاص. ووفقا لمؤشر الطاقه المتجدده، وصلت مصر مركزا متقدم بين دول العالم، حيث زادت إنتاجيتها من الطاقة المتجددة بنسبة 76% خلال 5 سنوات. مصر ماشية بخطى. عندنا المشروع العملاق اللي هو بتاع بنبان في أسوان، عندنا النهاردة إن في ناس كتيرة قوي في مصانع في فنادق ابتدت تستخدم الطاقة إن هي بتنتج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية وبمنتهى الكفاءة، وبتدخلها على طول للمصدر بتاعها. ونجحت حزمة إجراءات تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في هذا القطاع الكبير في تأمين الاحتياجات وزيادة الإنتاج من الطاقة الكهربائية. من مقر انعقاد الندوة على منتصر النيل. قال وانغ تشون سفير الصين في مقر الأمم المتحدة في فيينا عقب اجتماع بين إيران وبقية الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني إنهم يسابقون الزمن لإنقاذ هذا الاتفاق. هكذا يسابق المشاركون هنا الزمن لوضع حلول محددة لحماية خطة العمل الشاملة المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني لضمان عودة ليس إيران فحسب، بل أيضا الشركاء الآخرين إلى عملية تنفيذ الاتفاق. من جانبه قال عباس عراقجي نائب وزير خارجية إيران إن بلاده لا تزال منفتحة على أي مبادرة تلزم جميع الشركاء بتنفيذ بنود الاتفاق النووي. بدأت إيران خفض التزاماتها منذ مايو من العام الماضي، لكننا ما زلنا منفتحين على أي مبادرة يمكن أن تضمن استفادة إيران من خطط العمل المشتركة الشاملة، ونحن على استعداد تام للتراجع عن الخطوات التي اتخذناها حتى الآن في مقابل وفاء الطرف الآخر بالتزاماته بشأن الاتفاق. دعا ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى الهدوء بعد أيام من أعمال عنف بين مواطنين هندوس ومسلمين أسفرت عن سقوط 24 قتيلا على الأقل ونحو 200 جريح. في واحدة من أسوأ المواجهات التي تشهدها العاصمة الهندية، أسفرت أعمال العنف التي اندلعت بين هندوس ومسلمين على مدار عدة أيام عن سقوط أكثر من 20 ضحية وإصابة ما يزيد على 200 على خلفية قانون الجنسية المثير للجدل. اشتباكات وحرائق وإشعال للنار في سيارات ومتاجر تعيد مشهد المصادمات التي راح فيها أكثر من 25 شخصا في ديسمبر الماضي عندما أجاز البرلمان هذا القانون الذي يجيز منح الجنسية للأقليات الدينية في الخارج من جميع الديانات الرئيسية في جنوب آسيا باستثناء الدين الإسلامي. وبينما أغلقت السلطات المدارس في المناطق الملتهبة بأعمال العنف، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي للهدوء والسلام وعودة الأمور إلى طبيعتها، دعوة رددها أيضا مختلف القادة السياسيين من أجل تجنب العنف. عنف يأتي وسط قلق متزايد في الهند وخارجها إزاء المسار الذي تسلكه البلاد ومستقبل 200 مليون مسلم فيها منذ الفوز الكبير لحزب بهاراتيا جناث الحاكم بولاية ثانية في الانتخابات العام الماضي. وإلى جانب القانون المثير للجدل، كانت حكومة مودي قد ألغت الحكم الذاتي الجزئي لكشمير
الولاية الوحيدة في الهند ذات الغالبية المسلمة، ما يعزز الكراهية والعداء بين الهندوس والمسلمين ويقوض بحسب مراقبين التقاليد العلمانية للهند. قدم أنور إبراهيم نفسه كمرشح لتشكيل الحكومة الماليزية الجديدة بعد اجتماعه مع ملك البلاد. رشح أعضاء البرلمان عن ائتلاف باكيتان هاربان الحاكم المكون من أحزاب عدالة الشعب والعمل الديمقراطي وأمانة أنور إبراهيم لمنصب رئيس الوزراء لحكومة باكيتان هاربان. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى مع وجود شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر شبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة. للمزيد عن حال الطقس ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور محمود، حضرتك طمنا عن حالة الجو المتوقعة. واضح طبعا الاستقرار اللي موجود في الاحوال الجويه والحمد لله وفقا للبيانات اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه يوميا، ان في استقرار في الاحوال الجويه النهارده برضو امتداد لحاله الاستقرار اللي شفناها خلال 48 ساعه اللي فاتوا. اجواء مشمسه، شمس ساطعه، طقس بيميل للدفء خلال ساعات النهار وبيكون شديد البروده في فترات الليل. ما زالت برضو الاجواء شتويه، ما ننخدعش في ارتفاع درجات الحراره خلال ساعات النهار ونبدا نخفف الملابس. استمرار ارتداء الملابس الشتوية شيء ضروري. احنا طبعا في نهايات الفصول دايما بتكون يعني اوقات للاصابة بنزلات البرد، فطبعا نكون حذرين خاصة للاطفال ما نخففش خالص الفترة اللي جاية. احنا لسه فصل الشتاء وفي تقلبات جوية واردة خلال الفترات القادمة. بالاضافة الى كده الاجواء مستقرة خلال هذه الايام، خلال خاصة 48 ساعة اللي جايين، رياح معتدلة، انخفاض في مستوى الرؤية على بعض المناطق بسبب الشبورة في الصباح الباكر أو بسبب الشوائب العالقة خلال ساعات النهار. نعم. ملاحة بحرية معتدلة في البحرين المتوسط والأحمر ومهيئين لكافة عمليات الصيد والملاحة. نعم دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. قال خبراء سياحيون إن انطلاق الملتقى العربي للسياحة بالقاهرة يعد فرصة جيدة لخلق أسواق جديدة للسياحة. شريك أساسي لنجاح أي عمل، هكذا كان العنوان الرئيس الذي انطلق منه الملتقى العربي للإعلام السياحي في نسخته 12، والذي يهدف للتعاون بين المؤسسات السياحية والإعلامية. المؤتمر هو يعتبر جزء من الترويج السياحي لأثارنا المصرية وافتتاح متحفنا في مصر على مستوى دول العالم كله، فهو هدف ترويجي وده بيساعد في التسويق. المؤتمر الذي حضره وفود من 14 دولة عربية أكد على أهمية الترويج للمقاصد العربية السياحية لتساعد في تنشيط السياحة وزيادة الدخل القومي.
هكذا مثل هذه الفعاليات لها دور كبير جدا في أن يكون هنالك تنشيط لزيادة السياحة البينية العربية، وأيضا إلى تبادل الخبرات والأفكار وزيادة عملية أفكار الاستثمار في الوطن العربي. التجربة المصرية تحديدا في التمثيل وفي البرامج المختلفة إعلاميا هي كانت تجربة ناجحة جدا في تقديم مصر أو كمان المحافظات المصرية المختلفة، وقدرت إنها تعكس السياحة في مصر بشكل مختلف. المؤتمر شهد تكريم العديد من الشخصيات المؤثرة بالمجال السياحي لدورهم في دعم قطاع السياحة. احنا حقيقة الموضوع دوت شغلنا جدا، لان الموضوع مهم جدا ان احنا نساعد القطاع على انه يتحول بشكل سريع، بالاضافة طبعا الى ان احنا بنتعامل ونتواصل مع المواطن كمان النهاردة عشان نوصل له معلومة السياحة الالكترونية والتعامل مع السوشيال ميديا خاصة بالسياحة لخلق الربط ما بين القطاع والمواطن من وجهة النظر الالكترونية. يرى المتخصصون في الشأن السياحي أن المؤتمر يعد فرصة لإحداث نوع من التعاون بين مصر والدول العربية. دور مهم جدا لتلاقي الإعلاميين وتعرف الإعلاميين السياحيين العرب في ان هم بيتناقشوا ويتحاوروا في ابرز المشكلات، ابرز القضايا العربيه اللي موجوده، اليات ابرز اليات تسويق السياحه بالنسبه للدول العربيه. فطبعا ده ايفنت مهم لان بيعمل كونكشن يعني بين كل الصحف مع بعضها، ودي دور مهم جدا في مجال السياحه بالذات لان السياحه يعني ترويج. ياتي الملتقى ليعرض المقاومات السياحيه في مصر وتسويقها بالخارج، فضلا عن دفع حركه الاستثمارات مما يسهم في زيادة العملة الصعبة. محمد الخطيب، النيل. جمع الزوجان هناء حمرشة وهادي الصدر شغفهما شديد بالخط العربي والموسيقى العربية. الزوجان الفلسطينيان كانا في الأصل زملاء دراسة، التقيا فكريا في عشق الثقافة العربية بشتى أشكالها. على أنغام الموسيقى تقوم الخطاطة الفلسطينية هناء حمرشة برسم الحروف العربية لتصنع عملا فنيا له معنى، فمع كل جرة قلم تضعها بدقة مستخدمة فرشاتها يعزف زوجها هادي الصدر ألحانا على العود. العود مرتبط بالأصل بالثقافة العربية، الثقافة الموسيقية العربية، بنيجي نحكي عن الثقافة المصرية، الثقافة السورية، كل الثقافة هاي مرتبط فيها العود. ونفس الوقت الخط العربي نفس الفكرة، يعني حتى في ناس اشتغلوا على موضوع الربط بين المقامات الموسيقية اللي هي مرتبطة بالعود وأنواع الخطوط العربية، دمجوا بيناتهم وخلوا بيناتهم علاقة مشتركة بين نوع الخط هذا ونوع المقام العربي. فمن هون بنحكي عن العلاقة بين الخط والموسيقى. الزوجان هادي وهناء التقيا في الجامعة وكان لديهما شغف كبير بالثقافة العربية. كانت هناء شغوفة بالكتابة العربية وأحبت كل ما يتعلق بها، لكنها لم تكن واثقة من كيفية ترجمة هذا الحب إلى شيء له قيمة، لكن زوجها شجعها من البداية على العمل لتحقيق هذا الحلم. كان حلم خلينا نحكي مش ظاهر ملامحه، هو حب وشغف للحرف العربي، للشعر العربي، كل ما يتعلق في الكتابات العربية من أنواع مختلفة من خطوط. فصار في عندي ارتباط وثيق بيني وبين الحرف العربي، يبدو أنه أنا متصل فيه في كل حياتي يوميا بشكل يومي، إشي بكتبه. مع ارتباطي في هذه بين ملامح هذا الحلم. قامت هناء بتدريب نفسها حتى أثناء دراستها للهندسة، وفي النهاية قامت بافتتاح مكان في مدينة تلقرم بالضفة الغربية احتفت فيه بالحروف العربية بعدة طرق. كثير جذبني الموضوع بسبب عشقي وحبي للتراث، العراقة، الأصالة لهذا الخط، فحبيت أن أدرسه. تشتمل أعمال هناء حمرشة الفنية على نصوص مستقلة بذاتها مرسومة على القماش بأشكال متعددة مثل الحصان أو الفراشة. في ختام أخبار السابعة هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يتقدم مشيعي الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. الحكومة التونسية برئاسة الياس الفخاخ تنال ثقة مجلس النواب.
السعودية تقرر تعليق دخول أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت نايل.eg. إلى اللقاء.